أهلا بكم. كشفت وزارة النفط في العراق أن العوائد المالية من صادرات النفط العراقي لشهر آذار بلغت 2,900,000 دولار فقط، حيث هبطت إلى نحو نصف عائدات شهر شباط الماضي. ووفق الوزارة فإن النفط بيع ب$28 للبرميل الواحد، في حين كان سعره $51 للبرميل في شهر شباط الماضي. ويحذر خبراء اقتصاديون من مخاطر بقاء انخفاض أسعار النفط العالمية وانهيار عائدات النفط في العراق لفترة طويلة، لأن هذا الانهيار سيجعل العراق غير قادر على تسديد حتى رواتب موظفي القطاع العام، ما قد يؤدي إلى مزيد من الاضطرابات وعدم الاستقرار، لأن العراق يعتمد على عوائد النفط لسد نحو 90% من موازنته العامة. انخفاض أسعار النفط العالمية وتأثيراتها السلبية على الواقع الاقتصادي والمعيشي في العراق هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: ما حقيقة المؤشرات الاقتصادية على إفلاس العراق جراء نضوب موارده المالية بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية؟ وهل فعلا أن الحكومة لن تكون قادرة على توفير رواتب موظفيها في القطاع العام إذا واصلت أسعار النفط العالمية هبوطها؟ ولماذا ينظر الاقتصاديون والمختصون إلى أزمة العراق الاقتصادية والمالية الحالية على أنها الأخطر والأكثر إيلاما مما سبقها من أزمات؟ وما هي المخاطر الاقتصادية المترتبة على إقدام الحكومة على طباعة الدينار العراقي بنفسها كما يتردد الآن وهل يعتبر رجوع الحكومة إلى خطوة السحب من احتياطات النقد الأجنبي لديها لسد العجز في موازنتها العامة هو الحل السليم لمواجهة أزمتها الاقتصادية الخانقة وضائقتها المالية؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، عبد الحميد العاني، محمد عبد العال النعيمي. ما من أزمة تصيب المنطقة إلا وللعراق النصيب الأكبر منها، وعلى شعبه يقع ثقلها بسبب الفساد السياسي في البلاد. أبرز هذه الأزمات وأكبرها الأزمة الاقتصادية المتمثلة بانهيار أسعار النفط وأزمة وباء كورونا. العراق الذي يعتمد على النفط في أكثر من 90% من اقتصاده يجد نفسه على حافة إفلاس لا مخرج منها في ظل انعدام الوسائل البديلة والطرق الاحتياطية التي تنتهجها الحكومات الرشيدة. وبرزت ملامح الأزمة في انخفاض إيرادات العراق من النفط في شهر آذار إلى النصف مقارنة بشهر شباط، لكن القادم أدهى وأخطر. ميزانية العام المقبل درست على أساس سعر برميل النفط البالغ $56 للبرميل الواحد، وبسبب انخفاضه إلى الأقل من النصف سيعتمد العراق فعليا على نصف الميزانية، نصف ميزانية لن تكون كافية لإشباع الفاسدين من السرقات والاختلاس، فكيف ستدار المؤسسات بها؟ تلك المؤسسات التي تفتقر إلى كل شيء وتحتاج إلى الكثير لتغطية الحد الأدنى من متطلباتها. وأمام هذا السيناريو ستعجز الحكومة عن تغطية رواتب العاملين في القطاع العام أولا، ثم ستلجأ إلى استهلاك النقد الاحتياطي في ظل غرق البلاد بالديون الخارجية. المضحك المبكي في هذه الأزمة أن الإنفاق ما زال يولي الجانب العسكري أهمية قصوى، وتصرف مليارات الدولارات على تسليح الميليشيات وتقوية نفوذها، بينما الشعب يتضور جوعا وأهالي المناطق المدمرة ما زالوا بلا مأوى. في دولة غنية مثل العراق تمر عليها أزمة اقتصادية تحتاج فقط إلى حكم رشيد. ماذا لو استثمرت أموال النفط في بناء المصانع والمعامل وجذب المستثمرين؟ ماذا لو تم إصلاح القطاع الزراعي في بلد يحوي أهم نهرين في المنطقة وعشرات الروافد، فضلا عن تربة كانت خصبة في يوم ما قبل أن ينهكها الإهمال الحكومي؟ وبعد كل هذا يحق للعراقي أن يتساءل: أليست الثورة على هذه المنظومة الفاسدة حاجة وجودية وأمانة لمستقبل العراقي وحاضره؟ أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ستبحث في التأثيرات السلبية لانخفاض أسعار النفط العالمية على الاقتصاد الواقع الاقتصادي والمعيشي في العراق. ضيف طاولة الدكتور رافع الفلاحي، الكاتب والباحث السياسي، ودكتور عبد الحميد العاني، الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق. وسيكون معنا من العاصمة الأردنية عمان الدكتور محمد عبد العال النعيمي، الأكاديمي والخبير في التخطيط الاستراتيجي.
مرحبا بالضيوف الكرام جميعا. حياكم الله. نبدأ مع الدكتور محمد عبد العال النعيمي في عمان، وهو خبير في التخطيط الاستراتيجي، وأيضا سيكون وقت أو لوقت قصير معنا، ونشكره طبعا على هذه المشاركة وتلبية الدعوة. دكتور محمد عبد العال النعيمي، مرحبا بك معنا. دكتور محمد عبد العال النعيمي، هناك مشكلة في التواصل مع الدكتور. طيب نذهب إلى دكتور رافع الفلاحي. دكتور، هناك من يقول أن هذه الأزمة الاقتصادية والضائقة المالية التي يمر بها العراق، حكومة العراق الآن، والتي قد تفضي به إلى حالة الإفلاس، الحكومة قد تفلس على غرار ما جرى في لبنان، هي الأخطر والأكثر إيلاما ووجعا، وهي أزمة تختلف عن سابقاتها من الأزمات التي أزمات اقتصادية التي شهدها العراق. فعلا الصورة بهذه القتامة والسوداوية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ ماجد وأهلا بضيوف الكرام. الحقيقة أستاذ ماجد، علينا أن نقول أولا أن هناك في العراق، في هذا الإطار الحاكم للعراق، هناك ثابت وهناك متغير تابع. الثابت هو أن الأزمة أو جذر الأزمات كلها هو سياسي. الثابت هو الأزمة السياسية، هذا الجذر الثابت. وكل ما نتحدث عنه من أزمات اقتصادية، أزمات صحية، أمنية، اجتماعية، مالية، كل هذه الأزمات كلها متغير تابع. بمعنى انه العراق خلال 17 سنة منذ تشكيل مجلس الحكم في 13/7/2003 من قبل سيء الذكر بول بريمر، الحاكم الأمريكي بول بريمر، بدأت المشكلة هنا. هناك محاصصات، هناك حكومة، إطار جديد غير معهود لا في العالم ولا في العراق، تشكيلة يعتمد على المحاصصات الطائفية والإثنية، وبالتالي صانع القرار غائب، مغيب، لا يستطيع اتخاذ قراره. هناك توافقات، هناك مجاملات، هناك مكاسب، هناك، كل هذا أدى إلى خلق أزمات. كل المجموعة التي تحكم العراق من عام 2003 لحد الآن حكمت بما يسمى الحكم بالأزمات، أي صناعة الأزمات، يصنعون الأزمات، وبعد وقوع الأزمة يتعاملون مع هذه الأزمة، وتعاملهم مع الأزمة تعامل غير جدي وغير حقيقي وغير عقلاني، فبالتالي تتفاقم الأزمة، ومن يتحمل نتائجها الشعب العراقي. الآن تسألني أنه هذه الأزمة هل هي الأزمة الكبيرة فعلا؟ أنا أقول لك نعم. خلال 17 سنة الأزمات هذه، المتغيرات المرتبطة بجذر الأزمة السياسية كبرت، وبناء تراكمي بالخراب. هذا البناء التراكمي بالخراب أدى إلى وصولنا إلى حالة اقتصاديا وماليا أشبه بالإفلاس. نحن على شفير لها، وضعنا كل اقتصادنا ومواردنا كلها متعلقة بالنفط، ألغينا الزراعة وألغينا الصناعة وألغينا كل النشاطات الاقتصادية الخاصة، وبالتالي اعتمدنا على النفط كدولة ريعية تعتمد على أن تبيع النفط، وعائدات النفط هي من تمول كل نشاطاتها، ونشاطاتها لا تتعلق بالمواطن طبعا. لم يجري بناء قاعدة، قواعد وليس قاعدة، قواعد لكل المؤسسات العراقية التي تخدم المواطن، التي تؤسس لدولة حقيقية، دولة ممكن الاعتماد عليها، ممكن الوثوق بها. لذلك أنا يعني عندما كنت أستمع يوم أمس إلى المرشح الجديد للوزارة يقول على المواطن أن يثق بالدولة لأن الدولة لا طائفية ولا إثنية، نعم هذا صحيح جدا عندما تكون هناك دولة، في العراق ليس هناك دولة، فبالتالي بمن يثق؟ عودة مرة أخرى، فالأزمة تفاقمت الحقيقة، وصلنا إلى الحال الذي عندما ينخفض النفط وهو سلعة تؤثر عليها السياسة، تؤثر عليها حتى الطقس، الأجواء تؤثر عليها، الرياح، المياه، زيادة الأسعار وزيادة المماحكات. دكتور، لكن هذه الأزمة، لو سمحت لي، هذه الأزمة الناتجة أو المتولدة من انخفاض أسعار النفط العالمية الحقيقة ليست مقصورة ومقتصرة على الوضع في العراق،
كل الدول النفطية، نعم، الاقتصادات النفطية الحقيقة متأثرة بهذه الأزمة. هذا صحيح أستاذ ماجد، لكن الفرق بين ذلك، أنا تحدثت عن أنه لدينا إحنا أزمة سياسية، لدينا جذر سياسي خرب، لذلك كل هذه الأزمات، ليس لدينا سياسة اقتصادية، لم نبني ما يشبه التراكمي الذي نعتمد عليه في أوقات الأزمات، ليس لدينا، نحن يعني بلد مكشوف، ليس لدينا خزين يمكن الاعتماد عليه. نريد نستثمر، إذا سمحت لي دكتور محمد عبد العال النعيمي، عاد أن نستثمر وقته لأن الحقيقة وجوده معنا لوقت محدود. دكتور محمد عبد العال مرحبا بك. أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. دكتور، هل فعلا الحكومة أو العراق مقبل أو في طريقه إلى الإفلاس العام جراء الأزمة الاقتصادية الحالية في العراق وجراء انخفاض أسعار النفط وجراء أزمات كثيرة؟ تحدث دكتور رافع عن جزء من هذه الأزمات وهي الأزمة السياسية، وإذا كان فعلا نحن مقبلون على الإفلاس، ما هي المؤشرات الاقتصادية على هذا المسار؟ تحياتي إليك ولضيوفك. حقيقة أبدأ كلامي بأنه معروف للكل أنه الاقتصاد العراقي يعتمد على النفط بنسبة أكثر من 90% حقيقة، وهو إيراد الوحيد بالوقت الحاضر، ولذلك أسعار النفط حقيقة ارتفاعها وانخفاضها سيؤثر بشكل مباشر على وضع الاقتصاد العراقي، وهذا معروف للكل، لأن يكون ميزانية البلد تعتمد أكثر من 90% إلى 95% حقيقة، يعني 90% يمكن رقم متفائل، أنا حسب مؤشراتي أكثر من 95%، وتصل في بعض الحالات أو بعض السنوات إلى 98% كان اعتمادنا على أسعار النفط. فلذلك انخفاض وارتفاع أسعار النفط ستؤثر بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي العراقي، لأن العراق اقتصاد وحيد الجانب، ولم يستطع القادة الموجودين أو ما يسمون بالقادة السياسيين الموجودين في العراق من 2003 ولحد الآن أن يستطيع أن يفتحون أبواب أخرى أو تنشيط قطاعات اقتصادية أخرى في سبيل أن تكون مساعدة ومساندة. فكان المفروض على الأقل بحدود 40% من واردات العراق يجب أن تعتمد على الصناعة والزراعة والنشاطات الأخرى، علما أنه الآن العراق يعتمد فقط على ما يأتي أو ما يتأتى له من موارد النفط. ولذلك انخفاض سعر النفط الآن لما نوصل إلى مستوى حوالي 18 وارتفع خلال الأيام السابقة وصل تقريبا إلى 28، ومن المحتمل أن يرتفع خلال اليومين أو الثلاثة القادمة أو الأسبوع القادم بعد اجتماع منظمة الأوبك خلال اليومين الماضية، وتخفيض كمية الإنتاج بحدود 10 إلى 12 مليون برميل يوميا، من المحتمل حسب التقديرات الاقتصادية سيصل إلى 30 أو 32 دولار سعر البرميل الواحد خلال الفترة القادمة. لكن هذا معناه بأن ميزانية العراق ستنخفض عن العام الماضي واللي قبله بحدود 50%، لأنه من خلال حسابات بسيطة نجد أن إيرادات العراق ستكون بحدود أو ميزانية العراق ستكون بحدود 50 أو 40 إلى 50 مليار دولار، علما أنه كانت في السنوات السابقة العام الماضي أو القبلة وصلت إلى 110 مليار دولار. هذا معناه أنه سيخفض أو سيربك الاقتصاد العراقي، علما بأن الميزانية مخصصة منها بحدود 75% عبارة عن رواتب وامتيازات لأصحاب المناصب وغيرها وغيرها من مصاريف تشغيلية، ما تسمى بالتشغيلية وهي ليست تشغيلية طبعا. لذلك سنجد الفترة القادمة سيمر الاقتصاد العراقي حقيقة بأزمة حقيقية، وأنا يعني متأكد أنه نتيجة الأفعال السيئة وعدم وجود استراتيجيات لتنشيط الاقتصاد العراقي وخلق موارد قبل أخرى. اسمح لي دكتور، قبل المضيف الحديث عن الاستراتيجيات أو تفعيل استراتيجيات الاقتصادية وغيرها من الخيارات لمواجهة هذه الأزمة، إذا هذه الصورة مع انخفاض أسعار النفط بهذه المستويات، هل فعلا الحكومة لن تكون قادرة على سداد وتوفير مرتبات
موظفيها الحكوميين فقط في المرحلة القادمة كما الآن يتردد أو يقال أو يسمع؟ خلال الأشهر القادمة إذا بقت أسعار النفط كما هي وبهذا المستوى العالي طبعا، لأن احنا عندنا بحدود 8 ملايين موظف وعندنا مقاديرها حوالي 8 ملايين متقاعد، فمعناها عندنا تقريبا نص أقل من نصف العراقيين هم معتمدين على الرواتب. فلما بمعادلة حسابية بسيطة الإيرادات الواردة مطروح منها الرواتب اللي تجي، فأنا متأكد منها شهرين إذا بقى هذا الوضع، يعني شهر الرابع الخامس السادس ومكسيمم السابع ستكون هناك أزمة كبيرة أمام الحكومة العراقية في موضوع تزيد الرواتب، وخاصة إذا بقت أسعار النفط تتراوح ما بين 28 إلى 33 دولار، وهي مشكلة واضحة جدا وسوف تربك الحكومة العراقية في كيفية زيادة الرواتب. نعم دكتور، أيضا يعني يتردد وهناك أنباء أن الحكومة قد تلجأ إلى السحب من الاحتياطات احتياطاتها النقدية من النقد الأجنبي لمواجهة أو معالجة هذا العجز الكبير في موازنتها العامة لسداد رواتب الموظفين الحكوميين. هذه الخطوة، خطوة السحب من النقد الأجنبي، هل لها من تأثيرات اقتصادية سلبية؟ طبعا 100%، لأن هذا الاحتياطي حقيقة هو ليعزز أولا قيمة الدينار العراقي، ثانيا هذا الاحتياطي اللي موضوع بالبنك المركزي حقيقة ما يستخدم إلا بالحالات الحرجة جدا. السحب من عنده معناها تخفيض قيمة الدينار العراقي، وفي نفس الوقت يعني حيكشف الحسابات العراقية ويكون موقف البنك المركزي العراقي موقف ضعيف جدا أمام العالم في التبادلات التجارية وغيرها وغيرها. إضافة إلى هذا أنه في هذه الحالات يفضل الاقتراض والتسديد أفضل من السحب النقد اللي موجود في البنك المركزي، وفي نفس الوقت طبعا هذا يجرنا إلى سؤالك الآخر حقيقة هو موضوع طبع العملة. نعم يعني احنا سمعنا من بعض الأوساط أنه إمكانية العراق أن يطبع عملة، وهذه الكارثة الأكبر، لأنه زيادة طبع العملة معناها توفير النقد وبنفس الوقت القوة الشرائية راح تكون ضعيفة، وهاي تتنزل قيمة الدينار العراقي أمام الدولار، وفي هذه الحالة احتمال يصبح الدينار الدولار يعادل 2000 أو 3000 دولار، يعني العفو الدولار واحد يعادل 2000 إلى 3000 دينار مثل ما صار عندنا أيام الحصار، وهذا معناه أنه راتب الموظف الآن ينقسم على ثلاثة، يعني الموظف اللي يأخذ 1 مليون حقيقة هو ده يأخذ 300 وهكذا. لذلك حيكون عندنا وضع اقتصادي حرج جدا أمام المواطنين وأمام الدولة، ولذلك عملية طبع العملة هي معناها تدمير الاقتصاد العراقي في هذه الظروف. نعم إذا هذا الوضع دكتور، ما الذي يمكن أن تفعله الحكومة لمواجهة هذه المشكلة؟ هل هناك خيارات موجودة أو متاحة بأيديها؟ هل ما زال الوقت فيه فسحة لهذا التدارك، أم أنه كما يقال القطار قد يعني فات وعدى؟ لا شوف، هو القطار يعني يمشي بسرعة هائلة، والاقتصاد العالمي الآن يشهد تغييرات كبيرة جدا، وخاصة بعد تفشي وفاء مع كوفيد 19، والاقتصاد العالمي شهد ما شهد وانكشفت أمور كثيرة. لذلك الاقتصاد العراقي في هذا الوقت، يعني لا تسمح لي دقائق يمكن أحكي لك شوي بس الأمور اللي صارت عندنا وكيف الآن إحنا في وضع، يعني لو كنا قد نشطنا القطاع الاقتصادي بشكل مثلا قطاع الصناعات، أجيب لك يعني أرقام حتى يكون المشاهد يسمع ماذا يصير بالعراق وما هي الكوارث اللي حدثت بالعراق من 2003 لحد الآن. عندنا بحدود 13,328 معمل ومصنع ومؤسسة إنتاجية متوقفة عن العمل. اثنين، بالنسبة للزراعة تراجعت مساعة الزراعة من 2003 لغاية الآن، كان نزرع سابقا قبل 2003 48 مليون دونم، الآن احنا نزرع 12 مليون دونم، يعني أقل من ربع. ثلاثة، بالنسبة إلى مبيعات النفط من 2004 لغاية 2018 احنا جتنا ايرادات المفروض وفق الاسعار المتاحه والمعدلات بحدود 150 الف مليار
دولار، يعني 15 تريليون دولار اجانا. لو تحسب هاي الارقام بشكل بسيط، لو كان هناك عقليه وطنيه عراقيه تريد لهذا البلد ان ينشط لكانت الصناعه اشتغلت والزراعه اشتغلت ضعف ما كان عليها قبل 2003، وكان هناك موارد كثيره جدا من الصادرات والاكتفاء الحاجات المحليه، كان صار عندنا نوع من التخطيط. يعني احنا كنا نستورد 75% من مواد غذائيه من خارج العراق، وفي نفس الوقت 91% من المواد الاخرى التصنيعيه. وهذه الارقام امام ما شهد العراق من 2003 لغايه نهايه 2019 حقيقه كان تدمير، وفي نوع من المصالح المرتبطه مع الدول الاخرى وخاصه ايران، بحيث انه ندمر صناعتنا حتى نحاول ان ننشط الاقتصاد الايراني. الان المشكله اللي عندنا على سبيل المثال قطاع الصحه اللي بيعاني وبيقاتل في سبيل ان يكافح شو اسمه الكورونا فيروس. نعم. نسبه التخصيص من ميزانيه العراق الى قطاع الصحه 2.5% من موازنه الدوله خلال هاي الفتره كلها الماضيه، علما انه اضعف الدول، اضعف الدول لو تاخذها بنظر الاعتبار تجد انها اقل دوله تعطي 5 الى 6%، انا لا اقول دول مجاوره بما فيها ايران تعطي 6 الى 7% من ميزانيتها للقطاع الصحي، احنا 2.5%، والدليل ان وزير الصحه يظهر على التلفزيون يقول اريد 5 ملايين دولار حتى امشي اموري. الدوله لحد الان متلكئه في صرف هذا المبلغ، اللي اي تاجر واي واحد من دول السراء يقدر يصرف ال 5 ملايين دولار بشك واحد، اللي باقوا المليارات على اي حال. احنا بالنسبه لنا الان حتى نقدر نطلع من هذه القصه يجب على الحكومه اللي حتتشكل قريبا، اذا كانت حكومه عراقيه صميميه تحب العراق وعندهم غيره، عندهم غيره على هذا البلد وعندهم غيره على شعب هذا البلد اللي بلغت نسبه البطاله دي اكثر من 40%، بلد نفطي يصدر يوميا بحدود 3 ملايين و800 برميل، وشعب نصه بطال عطال قاعد عن العمل، ودول الابطال المتظاهرين اللي طلعوا بساحات التظاهر. نعم. يطالبون باقل الحقوق يا اخي. يعني احنا الان المفروض اذا اكو حكومه ستشكل، وهاي الحكومه اذا الله سبحانه وتعالى اراد وبها حظ، المفروض تلجا انه جزء من هذه الموازنات الموجوده اللي راح تصير 50%، يعني ان كانت 100 مليار على السعر الجديد حتصير بحدود 40 الى 50 مليار ايرادات العراق. اشكرك دكتور. أشكرك دكتور محمد عبد العال النعيمي، شكرا لوجودك معنا في الجزء الأول من طاولة حوار. مشاهدي الكرام، نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيفينا الدكتور رافع الفلاحي والدكتور عبد الحميد العاني، ويكون الدكتور محمد عبد العال النعيمي قد غادرنا مشكورا، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي تبحث في الآثار السلبية الاقتصادية على الاقتصاد العراقي جراء انخفاض أسعار النفط العالمية. ضيوف طاولة الدكتور رافع الفلاحي والدكتور عبد الحميد العاني، وكان معنا في الجزء الأول الأكاديمي والخبير في التخطيط الاستراتيجي الدكتور عبد محمد عبد العال النعيمي. دكتور عبد الحميد العاني، في ضوء هذه الأزمة الاقتصادية الكبيرة وأيضا المالية الخطيرة التي توصف بأنها الأخطر والأكثر إيلاما في العراق، وقد تهدد بتقويض الدولة وأيضا بالمجتمع، أيضا تأثيرها سلبية على المجتمع، هل يمكن أن نرى في المرحلة القادمة تراجعا في معدلات الفساد المالي
والنهب والاعتداء على المال العام لتدارك ما يمكن تداركه من قبل قوى السلطة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، التحية لك وجميع المشاهدين الكرام. خلاصة ما ذكره الدكتور عبد العال والدكتور رافع أننا لا نتحدث عن أزمة اقتصادية بمعزل عن الأزمات الأخرى، ولا سيما السياسية. هذه كلها آثار ناجمة عن الأساس القضية السياسية، المنظومة السياسية التي ولدت لدينا هذه الأزمات كلها. قضية الآون، نتحدث عن انخفاض البترول، سعر البترول وغيره، كما ذكرت أيضا في حوار الدكتور محمد عبد العال خليل، هي قضية عالمية كلها، لكن المشكلة الأساسية في كيفية إدارة هذه الأزمة وإدارة الاقتصاد العراقي بشكل عام، بل إدارة منظومة الدولة كاملة. في ظل هذه الأزمات المتكررة والكثيرة جدا، نحن نتحدث عن منظومة سياسية هي صنعت هذه الأزمات وبما فيها قضية الفساد. الفساد هو الرئة التي يتنفس منها هذه الأحزاب، أحزاب السلطة اليوم، ولذلك هي مستعدة أن تضحي بالعراق ككل، ولا يمكنها أن تستغني عن هذا الفساد، لأنها هي جاءت من أجل سلب العراق ثروات ومن أجل الكسب على حسابها الخاص، على حساب مصلحة البلد بشكل عام. ربما طيب دكتور، احنا عندنا مشكله ايضا بالصوت، الصوت يعني لا يصل بشكل مناسب من عند دكتور عبد الحميد العاني، حتى يضبط نذهب الى دكتور رافع الفلاحي. دكتور رافع الفلاحي، من 2003 الى اليوم وكل الحكومات اللي تعاقبت على حكم العراق كانت اولوياتها اولويات عسكريه امنيه، الحرب على ما يسمى الارهاب، العسكره، جيوش تتناسل وتتوالد، ميليشيات وفرق موت خاصة، وهذه تستهلك ربما 60% من الموازنة العامة للدولة العراقية. الآن هناك أزمة اقتصادية ومالية خانقة تأثيراتها كبيرة ومخيفة، هل من الممكن أن نشهد تغيير في الأولويات لمعالجة هذه الأزمة، أن تكون الأولويات الآن اقتصادية استثمارية بدل هذه الأولويات العسكرية والأمنية والحروب؟ أستاذ ماجد، في كل العالم، في كل العالم بعد ظهور فيروس كورونا تغيرت الأولويات. يعني لو الآن تستعرض خارطة العالم وخارطة الدول، ستجد أن كل الأولويات في كل التجمعات الدولية وفي كل الدول على حدة أولوياتها قد تغيرت، إلا في العراق. يعني كل العالم يتحدث عن أزمة كورونا وكيفية مواجهة وتسخير قدرات الدولة والمجتمع والناس لمواجهة هذه الكارثة، وفي العراق كان هناك صراع سياسي، من يتولى الوزارة ومن سيحكم، وكيف يمكن القضاء على التظاهرات، كيف يمكن القضاء على رفض الشعب لهذه العملية السياسية. هناك فرق في التفكير، هناك فرق في الرؤية، هناك فرق في التصرف والتعامل. هؤلاء منذ مجيئهم عام 2003 لحد الآن لم يسعوا لبناء دولة، سعوا إلى بناء سلطة أحزاب. ليس هناك، يعني لم يسعوا لبناء سلطة الدولة ووجود الدولة ومؤسساتها، بل سعوا لبناء سلطة للأحزاب والقوى التابعة لها من ميليشيات وقوى أخرى مرتزقة. فهذا الشكل العام هذا لن يتغير، وشهدنا في الأيام الماضية حتى بالتعامل مع أزمة كورونا تعامل فجوة مضحك ومبكي في نفس الوقت. يعني ودائما ما نقولها، منظمة الصحة العالمية قالت من البداية أن هناك بؤرة رئيسية، وحدثت العالم، قالت هناك بؤرة رئيسية في الصين، هناك بؤرة رئيسية أخرى في إيطاليا، وبؤرة في إيران، ولدينا حدود مع إيران 1200 كيلومتر مع إيران، بقيت هذه الحدود مفتوحة مع إيران طوال هذا، ولحد الآن ربما مفتوحة. يعني الحديث عن غلقها ربما تكذبه مصادر كثيرة، وهناك حركة للناس الإيراني لدخول العراق. فبالتالي ليس هناك تعاطيا جديا مع هذه الأزمة بسبب النظر إلى سلطة الأحزاب، سلطة الميليشيات وارتباطاتها بدول أخرى. مثل ما قال الدكتور محمد عبد العال في حديث عن الاقتصاد، قال إنه كل القوى الاقتصاد، كل محركات القوى الاقتصادية سعت إلى
تنمية الاقتصاد الإيراني على حساب الاقتصاد العراقي، عندما ألغيت الصناعة وألغيت الزراعة وألغيت النشاط التجاري الخاص، هذا أدى إلى خدمة إيران، خدمة سياساتها واقتصادها. فبالتالي ليس لدينا متغيرات، ليس لدينا أولويات، بقيت الأولويات مثل ما هي. أولا سلطة الأحزاب، سلطة الميليشيات، سلطة الدولة السيطرة عليها، هذا يدل على أنه هؤلاء ليسوا رجال دولة. دكتور لكن إذا سمحت لي، الآن رئيس الحكومة الذي كلف مؤخرا الحقيقة في خطابة تحدث أن المرحلة القادمة ستكون الأولوية للاقتصاد للخدمات، وأن هذه المرحلة السابقة يعني انتهت، الآن نتطلع إلى مرحلة اقتصاد، مرحلة استثمار. أستاذ ماجد، هذا الكلام يعني هذه القضية ليست هناك عصا سحرية، يعني ليس أن تضرب بعصاك ويتغير الوضع، هذا يحتاج أن تتغير الاقتصاد، يحتاج إلى سنوات من البناء التراكمي، يحتاج إلى هذه المصانع اللي يتحدث عنها الدكتور محمد، نحو 14,000 مصنع تعمل، وهناك كل العاطلين عن العمل يشتغلون بها. الآن أعداد العاطلين، إذا كنا 40% عدد العاطلين قبل كورونا، الآن عدد العاطلين يزيد عن 70%، لأن كل القطاعات تعطلت في الحياة بسبب حظر التجوال وتعطل الناس عن الذهاب إلى أعمالهم، فبالتالي حجم البطالة زاد. هذه الزراعة كي تعمل لازم تصلح الأراضي وتعمل بها وتخصص لها موارد. قبل أيام كان الزرفي عندما كان مكلفا لتشكيل الوزارة تحدث عن الاقتصاد وقال أنه نحن لدينا مشكلة مع الشهر القادم، يتحدث عن نهاية الشهر الرابع، هذا الشهر الذي نحن فيه، قال لدينا مشكلة كبيرة في الشهر الرابع والشهر الخامس، ليس لدينا قدرة على توفير رواتب للموظفين. حجم الإيرادات نحو 2 مليار دولار، وحجم المطلوب فقط للرواتب أكثر من 4 مليارات ونصف، فهناك عجز كبير. العالم كله لا يستطيع أن يعني أنت كل رواتبك خلال العام الكامل تحتاج إلى 48 مليار دولار، وأنت وارداتك لا تزيد عن 30 مليار دولار، فأنت عندك لديك من البداية 18 مليار، هذه فقط عجز للرواتب، أما باقي مستلزمات الدولة التشغيلية والاستثمارية هذه غير موجودة، لا حديث عنها. فبالتالي لدينا كارثة كبيرة جدا جدا. هل سيشرحون الموظفين؟ ستزداد البطالة، كانوا يتباهون بأن لديهم 4 ملايين على ذكر دكتور، على ذكر زيادة البطالة والعاطلين على العمل والبطالة المقنعة والسافرة، دكتور عبد الحميد العاني، يعني هناك أيضا مخاوف من أنه انخفاض أسعار النفط وتأثيراتها الاقتصادية والمالية على العراق وعجز الحكومة عن سداد رواتب الموظفين في المرحلة القادمة، مع بطالة تقريبا 60% بطالة مقنعة، جيوش من العاطلين والمركونين على الأرصفة، هناك مخاوف أيضا من انفجار الوضع. الآن هناك ثورة في الشارع وتظاهرات، وهناك الحقيقة غضب كبير، يعني هذه المخاوف في محلها، قد نكون أمام سيناريو مخيف أيضا من اضطرابات، من ثورة شاملة وعارمة هذه المرة. بالتأكيد هذا متوقع بشكل كبير جدا، لأنه كما ذكر الآن قبل قليل دكتور رافع، نسبة البطالة قد زادت في هذه الأزمة. ثانيا نحن عرفنا وشهدنا الكثير من القطاعات كانت محايدة في ثورة، أقصد مقابل ثورة تشرين، محايدة في تأييدها أو ربما لا تأييدها على استحياء أو خوفا، والبعض الآخر منها كان رافضا لهذه الثورة ولم يتفاعل معها من قطاع الموظفين الذين كانوا ينتفعون من رواتب، لأنه القسم للأسف من ضعاف النفوس من أبناء الشعب العراقي، قسم للأسف أقول ليس الكل، كان يفضل مصلحته الشخصية، يعني ينظر إلى القضية قضية أنه يأتيه راتب وعليه لا يأبه بهذه الثورة ولا ينظر إليها بمنظار حسن. هؤلاء اليوم حينما سيجد نفسه في صف هؤلاء العاطلين وسيجد أنه مضطر أنه لا يجد راتب ولا غير ذلك، فسنراه بعد أيام سيقف مع هذه الثورة بإرادته أو بدون إرادته، هذا فضلا عن الكثير من القطاعات التي كانت ربما الحكومة الحالية تعطي لها الرواتب لتضمن ولائها، ومنهم الحشد وغيره. ستجد كثير من القطاعات أنهم اليوم بدون ظهر، بدون
شيء اقتصادي يسندهم، لذلك الكارثة قادمة كبيرة جدا جدا. لغة الأرقام لا تكذب، هل الأزمة الاقتصادية اليوم هي أزمة كارثية، لكنها كما قلت قبل قليل هي أثر من آثار هذه الأزمة الاقتصادية السياسية التي ولدت هذه الأزمة والأزمات الثانية الأخرى. قبل أشهر، قبل أن تبدأ هذه الأزمة، يعني الموازنة، وربما أشار الدكتور محمد عبد العال قبل قليل، موازنة 2019 كانت 112 مليار دولار. في نهاية السنة تقريبا في شهر أغسطس، يعني قبل النهاية، قبل أن تبدأ أزمة كورونا ولا هذا، فتحدث النواب على أنه 112 مليار دولار الموازنة، ومع ذلك وكان الوضع الاقتصادي جيد وكانت الموازنة مبنية على 56 دولار، بينما ارتفع سعر الدولار، يعني تحقق الواردات أكثر من المتوقع في سنة 2019. مع ذلك قال النواب في شهر أغسطس، في شهر آب، أن هنالك العجز 40 مليار دولار. إذا نحن القضية لا ليست قضية كم يرد للعراق وكم لا يرد، لو جاءت، لو ارتفع سعر البترول اليوم إلى 100 دولار، لو ارتفع إلى 100 وأكثر ستبقى المشكلة الاقتصادية، لو انخفض ستبقى المشكلة. المشكلة ليست في سعر البترول ارتفاعا وانخفاضا ولا حجمه، وإنما في إدارة هذه الدورة والإطار السياسي الذي يسيره. نعم دكتور رافع الفلاحي، يعني هذا النظام، العملية السياسية منذ تأسيسه عام 2003 أغدق عليه من المنظومة الدولية إقليميا، أغدق عليه بسخاء سياسيا وعسكريا وأمنيا وماليا، قروض، منح، إسقاط ديون، مساعدات وما إلى ذلك. الآن هذا النظام ربما في حالة إفلاس أو سائر نحو الإفلاس، والعالم أيضا تعصف به أزمات عديدة اقتصادية، والآن الأزمة الأكبر أزمة كورونا. هذا النظام إذا بقى بهذه الوضعية، فساد مالي هائل مع انخفاض في إيراداته المالية، بيئة، مناخ استثماري محطم بالكامل، من الذي سيسنده في المرحلة القادمة؟ ما هو هذا السؤال المهم حقيقة، هذا سؤال جدا مهم. لو كانوا يفكرون جيدا، لو كانت لديهم رؤية واضحة لبناء دولة، لبناء للتعامل مع المستقبل، الحاضر والمستقبل، لكانوا فكروا بهذا السؤال. هذا السؤال لا يرد على ذهنهم الحقيقة، هم يعتقدون أنه خلص سيطرنا على الدولة، والآن الدولة بيدينا ولدينا ميليشيات وفلوس تجينا من النفط وخلص، والشعب إذا طلع تظاهرات اندز له الميليشيات تقتله وتذبحه، والقوى الأمنية تسجنه وتضربه بالقناص والقنابل المميتة وانتهى الموضوع، والعالم سيؤيدنا وسيسكت. هذه القضية لا يفهمون أن العالم الآن أولوياته تغيرت. العالم الآن بعد هذه كورونا غير العالم ما قبل كورونا، يعني عندما تنتهي هذه الأزمة سيجدون نظاما عالميا جديدا آخر لا يهتم لهم ولا يساندهم ولا يضع يده بيدهم. هذه القضية ستتغير. الآن الدول وجدت نفسها، الآن أنت تلاحظ هناك دول في أوروبا الآن تفكر بالخروج من الاتحاد الأوروبي بسبب هذه الأزمة، بسبب الانكشاف. هناك دول عظمى كبيرة كانوا يعتقدون أنها اقتصاديا وتكنولوجيا قادرة أن تواجه أي أزمات وجدت خائرة، سياساتها تغيرت، وضعيتها تغيرت. يجب الآن الدراسة، الآن دراسات كثيرة تجري بشكل سريع جدا جدا لمتطلبات التغير القادم. لكن هذه الحكومات اللي جاثمة على صدر العراق من عام 2003 لحد الآن، هذه العملية السياسية ليس لها علاقة لا بالحاضر ولا المستقبل، منقطعة، هذه تائهة الحقيقة، مغيبة فكريا ونفسيا وعقليا وإحساس، حتى الإحساس غائب. فبالتالي هؤلاء لا ينظرون إلى الحاضر ولا المستقبل بمثل هذا السؤال الذي حضرتك تطرحه، يعني هل سيبقون بهذا الإطار، هل سيعتقدون أن الدول ستساعدهم؟ أبدا، الدول ستتغير وسيجدون نفسهم لوحدهم، وحتى من يعتمدون عليهم الآن كل الاعتماد على إيران. إيران دولة الآن منخورة مثقبة، الآن يعني لديها كثير من المشاكل الكبيرة، أولا سياسية واقتصادية ونفسية واجتماعية ومالية،
مشاكل كبيره جدا جدا، والكورونا الان تعصف بهم. وبالتالي نحن امام من يعتقدون انه سندا لهم هو خاوي وخائر وغير قادر على الوقوف على اقدامه. يعني حتى هذه المحاولات لتغيير الزرفي بالكاظمي والكاظمي، هذه كلها محاولات ايرانيه للتقرب الى الجلوس بالمفاوضات مع الولايات المتحده للوصول الى تفاهم ينقذهم مما هم فيه. خليك شوي ترتاح تاخذ نفس، نروح الى دكتور عبد الحميد العاني. دكتور عبد الحميد العاني، الوضع في العراق الان ثوره شعبيه عارمه، سخط شعبي، بطاله، ازمه اقتصاديه، ازمه ماليه، ضائقه ماليه كبيره، وضع شبه منهار في كل شيء. في المرحله القادمه العمليه السياسيه اين تسير بالعراق في ظل كل هذه المعطيات او اركان المشهد؟ يعني سؤال أظن كل واحد من أبناء الشعب العراقي يدرك أن هذه العملية السياسية منذ أن وجدت بعد 2003 إلى اليوم لم تسر بالعراقيين إلا نحو الهاوية. نحن نسير بخط منحني من 2003 إلى اليوم. ارتفع البترول، نزل البترول، حدثت ما يسمى بأزمات الإرهاب وغيرها، كلها في كل تلك الأزمات كانت هذه الحكومات المتتابعة في ظل هذه العملية السياسية تسير بالعراقيين نحو الهاوية، لم تقدم إليهم في يوم من الأيام خيرا قط. دعك من الرواتب التي ربما كانت تؤمنها هذا البترول وارتفاع أسعاره في يوم من الأيام، لكن الحياة ليست فقط مرتب. النظام الصحي المنهار في العراق، النظام التعليمي المنهار في العراق، النظام الاجتماعي، الأمن اللي هو أساس كل شيء، الأمن والغذاء لم يكن هنالك تقديم فيه للشعب العراقي بما يليق بهذا الشعب بكرامته وبميزانيته وبتاريخه وبثرواته. إذن في حينما كانت الميزانية جيدة وعندما كان هنالك أسعار جيدة للبترول كنا نرى السيء للعراقيين، كان الشعب العراقي لا يرى إلا الحروب والفتن والمشاكل أمنية وصحية واقتصادية والفساد الذي نخر هذا البلاد. إذن ماذا سنتوقع حينما ينهار العامل الذي كانت تعتمد عليه ربما هذه الحكومات في وقت من الأوقات لرشوة الميليشيات لتساندها؟ كيف ستقوم هذه الحكومات بعد أن لا في عندما لا تستطيع أن تقدم للشعب العراقي على الأقل الرواتب التي هي جزء من حقوقهم؟ إذن هي ربما نستطيع أن نقول هو المسمار الأخير في نعش هذه العملية السياسية. الكارثة المشكلة أنه العملية السياسية اليوم آثارها هذه وغيرها، المتضرر الأكبر هو الشعب العراقي، وربما نقول المتضرر الوحيد هو الشعب العراقي. لكن يبقى الأمل موجود، بمجرد زوال هذه العملية السياسية عفوا، فالشعب العراقي لديه القدرات الكبيرة، قدرات إنسا عقلية بشرية والقدرات المالية. لدينا نحن انهار البترول، لدينا ثروات عديدة كبيرة جدا، ومن أهمها الثروة البشرية. الثروة البشرية في العراق لا تقدر بثمن، وهذه الثروة البشرية إذا تضافرت وتعاونت مع الثروة الزراعية على الأقل فهنالك بالتأكيد سيستطيع العراق النهوض. هنالك دول ليس لديها بترول لكنها إلى الآن تستطيع النهوض والوقوف على قدمها. إذن نحن بحاجة إلى إطار سياسي جديد بعيد عن هذا الإطار الذي ما جاء للعراق ولا لجيران العراق عدا إيران طبعا إلا بالويلات وبالمساوئ وبالشرور. دكتور رافع الفلاحي، العملية السياسية مرت بعدة أزمات ونجت منها جراء دعم كبير قدم لها في المرحلة القادمة. الآن كما تفضلت أن العالم لديه أولويات أخرى، الحليف الرئيس أو الحليفان أو الداعمان الرئيسان أمريكا وإيران ليس كما كان سابقا، يبدو أنه الآن هذا المشروع الآن في قبضة الميليشيات في حالة تصادم مع الولايات المتحدة. إيران مشغولة بأزماتها ومشاكلها الكبرى، هل يمكن أن تكون هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة والمالية هي الضربة القاضية التي ستجهز على هذا المشروع، خاصة أن هناك أنه لم يبقى له من أصدقاء داخل العراق؟ لاحظ أستاذ ماجد
هناك قضية مهمة ربما أثارت يعني استطعنا أن نراها وسلط الضوء عليها بعد ظهور كورونا، فيروس كورونا. الآن في العراق، يعني أنت تتحدث تسألني أنه هذه الأزمة هل ستسقط هذا النظام، هل يستطيعون التعامل معها، هل سينجون من هذه الأزمة في ظل هذه الظروف الصعبة اللي يعيشها العراق ويعيشها العالم كله. أنا أقول لك بعد يعني سلطت فيروس كورونا او هذه المرحله سلطت الضوء على قضيه مهمه جدا في العراق. العالم كله عند في مواجهه فيروس كورونا فرض الحظر، فرضوا حظر على شعوبهم ومناطقهم ومدنهم لغرض السيطره على هذا المرض، لانه لا يعني لم ينتج لحد الان دواء ينهي هذا المرض. فبالتالي العراق لديه نحو 2 مليون جندي وعسكري، قوى أمنية، لديه نحو 1 مليون ما أعرف قد ميليشيات، لديه نحو يعني 1.5 مليون إلى 3 ملايين عسكري، فهو قادر أن يفرض حظر التجوال وصدر حظر التجوال، لكن حظر التجوال لم ينفذ. لماذا؟ يعني هو موجود في مناطق ولا يستطيعون تنفيذه، لأنه كل دولة فرضت حظر التجوال كانت تفكر ولديها خزين استراتيجي أن هناك طبقات اجتماعية تحتاج إلى مساعدة، تحتاج إلى الوقوف معها، الكسبة، الناس الذين لديهم مصانع صغيرة، اللي يرفضون الاقتصاد، هذا هؤلاء كلهم، كل الدول سعت إلى أن تساعدهم، أن تخصص سلات معينة من الأموال من المساعدات لهؤلاء، إلا في العراق لا يوجد مثل هذا الحال. لذلك الضغط على هذه الشريحة الكبيرة الواسعة من العراقيين اللي هم من العاطلين، واللي يعيش على كسب يومه، يعني يوفر رزق عياله ورزق بيته من شغل من عمله اليومي. فبالتالي انت من تمنعه من العمل اليومي لا يستطيع ان يعيل عائلته، والدوله لا تقف معه، فثوره الجياع قادمه. انا اعتقد سيتعاملون مع ثوره الجياع، اما ان تاكلهم ثوره الجياع وتخرج ضدهم وتنهي العمليه السياسيه وهو ما متوقع، او سيتعاملون معها بطريقه اخرى، ربما طريقه شيطانيه، سيقولون انه احنا سيطرنا على الفيروس، فيروس كورونا، وهذا متوقع، ونرفع الحظر، يرفعون الحظر، وبالتالي خلي الناس تعي، ومهما يسقطون من ضحايا لن يقولوا ان هؤلاء ماتوا بسبب الكورونا، مثل ما زوروا يعني وثائق الوفيات في المستشفيات في التظاهرات، اكثر من 1000 شهيد، يقولون لاهله يعني نعطيكم جثته لكن نكتب بشهاده الوفاه انه انسحق بالسياره، اصطدم سياره، سقط من حائط، ما اعرف شنو، لا يقولون انه القوى الامنيه قتلته. فبالتالي ربما سيصدرون وثائق للوفاه لا تقول ان الكورونا قتلته، واعداد الوفيات كبيره جدا جدا ستكبر، وبالتالي الثوره ايضا ستخرج. لذلك انا اقول انه هذا النظام لا مستقبل له مهما حاولوا، جاء الكاظمي، ذهب ما اعرف منه، جاء الزرفي، رجع عادل عبد المهدي، ليس هناك من مستقبل لهذا النظام. الأزمات تعصف به، هذه صناعتهم للأزمات الآن ارتدت إليهم وستقضي عليهم إن شاء الله. أشكرك. بهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي بحثنا فيها الآثار والتداعيات السلبية لانخفاض أسعار النفط العالمية على الواقع الاقتصادي والمعيشي في العراق. لم يتبقى لنا إلا أن نشكر ضيوفنا، وهم كل من الدكتور رافع الفلاح الكاتب والباحث السياسي، والدكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين، والدكتور محمد عبد العال النعيمي الخبير في التخطيط الاستراتيجي والأكاديمي طبعا، وكان معنا في الجزء الأول عبر الهاتف من عمان. حتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.